اقسام الانعاش والمستشفى بوجد بداو كيعمروا. هانتوما كتشوفوا مورايا هاد السربيس راه عمر فيه اكثر من 10 المرضى اللي الاغلبيه فيهم راه عنده التنفس الاصطناعي اختراقي. كاين اخرين اللي في حاله مستعصيه شويه ماشي بزاف. وحنا كنوجدوا واحد السربيس اخر دابا راك شفتو هاد الصباح اللي باش يمكننا نعسوا المرضى اللي كيتوافدوا عندنا كل نهار المرضى اللي في حاله خطيره اللي خصهم الانعاش. وكاين الضغط ولكن الضغط كثير من جهه الاطر الصحيه والشبه الطبيه اللي حتى هما كيمرضوا وهذا كيكون واحد العائق كبير التكلف بهذا المرضى هذا. وهذا هو التخوف ديالنا ان الاطر ديالنا بداو حتى هما كيمرضوا وغادي يكون عندنا مشكل اللي يتكلف بهذا المرضى هذا. هاد الصباح هذا عندنا 25 حاله في اقسام الانعاش. كنهضر على اقسام الانعاش اللي هما ناس معدل العمر 55 سنه، عندنا من 27 سنه حتى 89 سنه، وعندنا سميتو وهاد المرضى هادو كلهم المشترك بيناتهم هو الناس اما ما ملقحينش نهائيا او لا ما كملوش التلقيح ديالهم. ما عندناش الناس اللي خداو الجرعه الثالثه، ما عندناش هذه الساعه. عندنا الناس اللي خداو الاولى اللي خداو الثانيه هذا حدهم، ولا الناس اللي ما تلقحوش نهائيا. هذا يعني انه الا بغينا نتفاداو هذا الشيء هذا خصنا ولازم نتلقحوا مزيان ونعاونوا بعضياتنا ونبعدوا ونتخذوا الاجراءات الوقائيه باش يمكننا هذا الشيء نحدوا. راه الا بقينا هكا واخا كيقولوا ان اوميكرون راه ما كيديرش حالات خطيره، ولكن راه كينتشر بالزربه اون شيفخ ابسولو. راه ما حد الانتشار كاين، ما حد الحالات المستعصيه غادي تكون، وما حد المرضى اللي غيخصهم الانعاش غادي يكثروا. اذا ما نمشوش غالطين، ونقولوا راه شي باس ما كاين، لا كاين باس وغيكون باس. وهذا الشيء ربما غيكون خطير الا ما اتخذناش الاجراءات وكل واحد تحمل مسؤوليته، ان هذه مسؤوليه جماعيه خصنا نتحملوا مسؤوليتنا وخصنا نحافظوا على بعضياتنا باش يمكن لينا ندوزوا هذه الشهاده بخير وعلى خير. يوميا عندنا ثلاثه حتى اربعه حتى خمسه ديال المرضى حاليا. والا شفنا هذه الشهاده واحد المريض ملي كيدخل لينا راه عنده على الاقل جوج سيمانات حتى ثلاثه سيمانات. إذا طلعنا الحساب نلقاو دغيا غادي نعمرو، هذا كيشكل خطورة. هذه واحد ثلاثة الأسابيع هنا أربعة الأسابيع تزادت عندنا الحالات الحرجة، ولات كتدخل عندنا حالات أخرى، ولا واحد الضغط وواحد التخيس على العاملين في مجال الصحة. كنطلبوا من المواطنين يلتزموا ويعاودوا يلتزموا بالاحتياجات اللازمة، يديروا الكمامة، يديروا لي زونتيسيبتيك، يحاولوا يتبعدوا على الاماكن اللي فيها بزاف البنادم باش اننا نقصوا من هذه الحالات، ويديروا التلقيح لانه هو الوسيله اللي غتحميهم باش انهم ما يجوش عندنا في حال هذه الخطيره والحرجه.